ولدي انايا مع ثلاثه هكا كنت في الدار انا وياه، كان مع خصو شاد لي خصو في الدار وانا كنقضي شي شغال في الدار. المهم ولدي الصغير كانت عنده المراجعه مع الجوج وتغيب على المراجعه ما مشاش. الوقيته اللي انا تعطل الصغير مشى الجرده كيلعب، صيفطته قلت له سير ادم ولدي الله يرضى عليك جيب لي اخوك باش يمشي للمراجعه باش يعوض الحصه ديالو. قال لي واخا ماما. صافي خرج، هذيك هي الخرجه ديالو، مشى كيقلب على خوه جا هو ما جاش، مشى للجرده عنده كيقلب عليه. مع ديك الربعه ونص انا بديت كنقلب، صافي بقيت كنقلب عليه في الجرده، كنقلب عليه في الزناقي، كنقلب عليه في السيبيرات، قلت ربما كيمشي يقلب على خوه، انا كنقلب في دوك البلايص ربما اللي غيطيحوا له على باله هو يمشي يقلب فيهم. صافي حتى الوقيته اللي وصلت السد العشيه الساعه ونص، جا بابا من الخدمه جلسنا غنديروا كاس كروت على الطبله. قلت لي ولدك راه ما كاينش، راه شنو صافي. قلت لي سير شوف داك التيره اللي كون مشى قلب على خوه تما. مشى بابا قلب، جا قال لي راه ما كاينش. صافي لبست حوايجي وخرجت على برا، عيطت لواحد الوليد من الجيران قلت له لا كتعرف شي حد من صحابو، حيت انا ما كنعرفو، ولدي مصاحب مع حتى شي واحد. قال لي راه كاينين غير شي دراري تيكون واقف معاهم هنا، يلا نمشي نسولوهم. مشينا سولناهم لقيناهم واقفين. قال لي خالتي ما شفناش حنا من البارح، ولدك راه ما شفناش. لا مش البارح ما كانش الاربع، ما قاريش، قرا اثنين وثلاث، والاربع عنده خاوي وكان قاري اليوم قرب غير هنا في المحيط حدا الحي في التيران، واحد التيران القرب وفي الجرده. صافي في هاد البلايص فين قلب. المهم هاد البلايص اللي قلب فيهم مشيت انايا ديك تنقلب هنا في الساكنه ديال الدار الحمراء، تنقلب مع الوليدات ربما نلقى ولدي في شي بلاصه. صافي ما لقيتوش. صافي جيت وانا نقول راجلي والو، يلا نمشيو نعلمو السلطات، لان عيطت للعائله ديالي، عيطت لخوتي، ما خليت لما نعيط حتى هما جاو بداو كيقلبوا. انا مشيت للكوميساريه، اول كوميساريه قريبه هي اللي حدا الجرده ديال حي الفروقي، علمتهم قلت لهم راه الولد ديالي راه معاش خرج. سولوني قيدوا داكشي عندهم في الورقه، وقال لي شوفي اختي حنا دابا راه ما يمكنناش لونسيو، غتهبطي لحي الرحمه لان هي اللي محسوبه عليكم. هبطنا لحي الرحمه، استقبلونا تما الدائره ديال الحي الرحمه. قال لي انت يا اختي دابا راه 24 ساعه غادي نديروا معاك الاجراءات، غادي يبدا البحث. قال لي ربما يكون مع شي حد ويبان، ونوضو حنا باش راه فرقه اللي كتخرج تتقلب. مشينا السويسي، مشينا جيت البحر، ما خلينا في قلبنا عند العائله كامله. العائله جاو كيقلبوا معايا، خواتاتي والجيران كلشي تيقلب. اختو الصغيره حتى هي حاسه بالفراغ ديال خوها، راه من البارح وهي كتبكي. مشينا تما للسبيطار، ملي قلبنا قالوا لي قلبات في داك الروجيستر، قالت لي راه ولدك راه ما دخلش عندنا، دخلي قلبي في لاصال الداخل. قلبت لاصال بلاصال، دخلت للانعاش كنقلب ما لقيتش ولدي. اختي حتى هي لا ما كاينش نهائيا. صافي رجعت عاوتاني قلبنا في الكوميساريات اللي باقيين ما قلبناش فيهم، مشينا ليهم تنسولوا لعل وعسى يكونوا داو تما ولا شي حاجه. قلت ربما حيت خرج بلا بافيط وهذا، قلت ربما يكونوا شدوه. ملي سولت قال لي حنا ما كنشدوش القاصره، باقي ولدك صغير ما يمكنش غادي نشدوه، ربما اي كنهضروا معاهم تنقولوا لهم سيروا لديوركم. صافي ورجعنا بحالنا، رجعنا للدار الليل كامل وانا كنتسنى ولدي يدق الباب، الليل كامل وانا كنتسنى ولدي يدخل، الليل كامل وانا كنقول ها هو دق، الا دق عليا شي حد من يسد الباب تنقول صافي راه ادم اللي رجع. ساعة ولدي ما رجعش، الليل كامل وانا هي تنقول ولدي ما تنعس ولا ما نعس، دابا ولدي ما عاد مغدي ولا ما مغديش، عاد فاطر ولا ما فاطرش. شكرت ومشيت الصباح للمدرسة، الدراري دخلوا اللي كيقراو معاه، ولدي ما دخلش. ولدي شكرت ومحطوطة باش عارفه ولدي درويشة هو يا ولدي، تيرضى باللي كان، ما تيتفخم على حتى واحد باغي غير يقرا. كتبتو منظمهم، خلا كتبتو هنا ومشى. الدراري دخلوا المدرسة صحابو ما دخلش ما قراش، ولدي اليوم كيقول لي يا ماما انا غنقرا، اسمحي لي ما جبتش معدل مزيان في الدوره الاولى ولكن الدوره الثانيه غنجيب محسن. لا الحمد لله ولدي ما عنده حتى شي مشكل، ما عنده لا معايا لا مع الاب، بالعكس
با مسالم صاحبهم داير لهم الخاطر اللي بغاه اكثر من جهدو كيدير معاهم. جاب 11 وما عجباتوش لانه العام الاخر جاب 15 وهذا العام جاب 11 ما عجباتوش. هبطوا الماط قال لي ماما العام الاخر ما كملناش السنه الدراسيه ملي دخلنا على دروس انا ما فاهمش. قلت له ولدي وقلتيهاك ودرت لك السوايع في المراجعه. قال لي ما كيبغيش يقول ما كيبغيش يكلف علينا ولدي ما كيبغيش يكلف على بابا غادي بالمستطاع معمرو دار المراجعه اصلا كيدير داكشي بالمجهود ديالو. شويه كان شويه ديال الاهمال مع من عنده ولكن هاد الدوره بغى يدرك داكشي ولا كيهز الكتوبه ديالو. الحمد لله راه مشيت للمؤسسه قال لي ونعمه التلميذ قال لي منضبط السلوك ديالو مزيانه كيدير اكثر من جهده. لا الحمد لله ما عنده مع حتى شي استاذ ما عنده. الاساتذه معاهم مزياني الاساتذه ديالهم باقين صغار تيتعاملوا معاهم ولا المؤسسه ولا الاداره ولا الحراس العام. عاد مشيت عندهم نهار اثنين دخلت عند الحارس العام كان مشى له المطبوع ديالو تحت القماطر قال لي صافي سيري لالا كوني هانيه. ولدي راه ما خرجش من الحصه واخا ما عندوش المطبوع دار الحصه ديالو. الحمد لله حتى المؤسسه ديالو راه مزيانه وكيقريوه مزيان. الحياه ديالو عزيزه على ولدي. الرسم كان كيرسم ملي كان عندي اليوتيوب في التلفازه كيبغي الرسم تيرسم صافي. وراك عارف ولاد هذا الوقت تليفون تيش تليفون التلفازه صحابو ما عندوش صحاب. انا ولدي ما عندوش صحاب نهائيا. صاحبو هو قلت لك خويا هو الصديق ديالو. كاين شي وليدات في الزنقه تيجلس معاهم وليدات نقيقين تيجلس معاهم يجمع معاهم حدا الباب الدار ديالي تيمشي وهما تيدخل بحالو ما تيفوش باب الدار. انا ولدي نهائيا. عنده اختو وخوه خوه الوسطاني هو اللي كان مشى الجرده عنده 10 سنين ولد 2011 هو ولد 2007. العائله كلشي معايا الجيران عائلته كلها عمتو هنا خالاتو كلشي كلشي كاين. اللي قريب ليا كله هنايا كله جا. والبارح معايا في التليفون الليل كامل والصباح صبحو هنا. ولدي ما يمشيش عندهم بلا الاذن ديالي. ما عمرو مشى من غير لما مشيت معاه انا ولا بغى يمشي تيمشي لا بغى يمشي غير لدارنا بالعلم ديالي. كيبغي يجمع ضروري هو كيبغي في الطبله كيبغي يخلق لينا واحد الجو ديال الضحك. ولدي قانوع ولدي باش ماشي من داك الجيل اللي المتطلبات ديالو بغيت وبغيت تيقبل باللي كان اللي كان تيقبل به ما تيطلبش منا شي حاجه من غير ماشي في الاستطاعه ديالنا غادي معنا على حساب الوقت. ديما تنقول له ولدي تيقول لي ان شاء الله ماما. انا كنطلب جميع الشعب المغربي والشعب المغربي راه حنين والشعب المغربي كيبغي ولادو وفيما شتو هاد الولد الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. حنا مغاربة ومسلمين ولا شتو هاد الولد راه ولدكم قبل ما يكون ولدي. راه هو قال لك انا ماما باغي نكبر ونكون شي حاجة في المستقبل باغي نخدم بلادي وعنده طموح في حياته. راه ماشي ولدي ما عندوش طموح في حياته من صغره. وهاد الولد الا شتو كنترجاكم كنطلبكم من القلب ديال الام اللي مجروحة على ولدها وعلى كبدتها الى شتو ولدي اتصلوا بهاد السلطات واتصلوا بهاد الناس الله يجازيهم بخير اللي كيجيو كناشدوهم وكيلبيو الطلب ديالهم وكيجيو عندنا الله يجازيهم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.